بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبناتي، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الدرس الأخير من منهج التربية الدينية الإسلامية للترم الثاني، وطبعا الدرس ده بعنوان المؤمن يحافظ على البيئة. الدرس ده يا ولاد بيتناول الحفاظ على البيئة، ويتناول آيات من القرآن الكريم بتحضنا أو بتحثنا على ضرورة المحافظة على البيئة. وطبعا يا ولاد حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقها لها أهمية، فتدخل الإنسان يا ولاد في الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها طبعا بيسبب خلل في موازين الكون وبيسبب خلل في نظام الكون. علشان كده واجب علينا ان احنا نحسن استخدام الموارد وننميها ونحافظ على البيئة جميلة ونظيفة، وكمان ندرك حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الانسان ونبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وطبعا في حاجات بتلوث البيئة، وكمان في حاجات بتلوث القلوب زي المعاصي وزي الحاجات اللي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده لازم نعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هنبدأ أولا بشرح الدرس. بيقول لي: بدأ معلم التربية الدينية الإسلامية حديثه فشكر التلاميذ الذين أسهموا في تنظيم هذا اليوم. طبعا يوم عن العمل، احنا قلنا ان اليوم كان عن النظافة، وشكر طبعا الضيوف والمعلمين وأولياء الأمور الذين حضروا. ثم قال المعلم: خلق الله الكون ثم خلق الإنسان ليعمر هذا الكون أو ليعمر هذا الكون. يبقى ربنا خلق الإنسان ليه أولاد؟ علشان يعمر الكون، وطبعا وليكون خليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعمر الكون وليكون خليفة لله في أرضه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في آية أو جزء من آية من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا في تكمل الآية قالوا: أتجعل فيها. طبعا الآية دي يا ولاد وردت في سورة البقرة جزء من الآية رقم 30. يلا نقرأ الآية تاني: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان زي ما قلنا ليعمر الأرض وليكون خليفة لله سبحانه وتعالى في أرضه. كمان يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون في نظام يحفظ له الاستمرار وبحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا خلق الكون ما خلقش أي حاجة وخلاص، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر وهو اللي أعلم بخلقه. علشان كده الكون ده جمله ربنا سبحانه وتعالى وزينه أحسن خلقه، لأن هو اللي صنعه وأبدعه في النظام يحفظ له الاستمرار، وكمان يا ولاد يخدم الإنسان. وطبعا اكتشافات الإنسان ومحاولته تطويع البيئة بيتدخل وبيغير بعض موازين الكون دون علم أو فهم. طبعا في الحالة دي بيحدث تغير في ميزان الكون. علشان كده يا ولاد المفروض ان الانسان ما يتدخلش في خلق ربنا سبحانه وتعالى. معنى كده يا ولاد ان الله سبحانه وتعالى خلق الارض صالحة بما فيها من عناصر، ولكن بعض اطماع الانسان افسدت الارض، وذلك حينما نظر بعض الناس لمصلحتهم فقط. يبقى اطماع الانسان جعلت في خلل في الكون، علشان الانسان بيبص يا ولاد لمصلحته بس. يبقى اكتشافات الانسان ومحاولته تطويع البيئة له وتدخل في تغيير بعض موازين الكون دون علم أو فهم، كل ده يا أولاد لم ينتهي ولم يمر مرور الكرام، ولكن أحدث تغيير في ميزان الكون. لأن يا أولاد لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض صالحة بما فيها من عناصر، لكن الإنسان أفسدها بأطماعه علشان بس كمان لمصلحته بس، دون أن ينظر لمصلحة الكون أو الأجيال القادمة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في آية من آيات سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يلا نقرأ الآية تاني: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني في فساد يا أولاد في البر، يعني في البر والبحر، كل ده يا أولاد بما كسبت أيدي الناس. طبعا الناس بتعمل حاجات فبتظهر بيحصل مشاكل طبعا في الكون. يعني هي اولاد ظهر الفساد وفي البر والبحر، يعني ظهر الفساد في كل مكان، يعني مش على قد البر بس او اليابسة بس، لا كمان في البحر كمان. بما كسبت ايدي الناس، يعني بما كسبت ايدي الناس يعني بما يفعله الناس. ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني ليعذبهم جزاء ما ارتكبوا من سيئات. يعني معنى كده احنا لما بيحصل لنا حاجة وحشة او بتزيد الامراض او بتتلوث المية،
يبقى كل ده يا أولاد بسبب ما يفعله الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني ليعذبهم جزاء ما ارتكبوا من السيئات لعلهم يرجعون، لعلهم ينتهون من غيهم وفسادهم. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الأمثلة للفساد في الأرض. يعني في عندنا من ينهب الثروات ولا يفكر في الأجيال القادمة وهو مفسد في الأرض، وكمان الذي يلقي المخلفات من السفن في البحار والمحيطات فيقتل الأسماك والكائنات والنباتات ويتلوث الماء، كل ده يا أولاد مفسد في الأرض. معنى كده أن ده كله أنواع من أنواع الفساد، ومن أنواع الفساد للبيئة والمية وكل حاجة يا أولاد. طب والذي يقتل الحيوانات، إيه رأيكم في البحار والغابات بلا حساب ويقطع الأشجار ويزيل الخضرة؟ هو مفسد في الأرض، يقتل غيره ونفسه. وطبعا يا أولاد الإسلام ديننا الجميل جدا ده بينهى عن الفساد في الأرض، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يبقى لما أجيب لك أمثلة للإفساد في الأرض، من ينهب الثروات لا يفكر في الأجيال القادمة، يلقي المخلفات، من يلقي المخلفات من السفن في البحار والمحيطات، بيقتل الأسماك يا أولاد والكائنات والنباتات وبيلوث الماء، ده برضو مفسد في الأرض. طب اللي بيقتل الحيوانات في البحار والغابات بلا حساب، واللي بيقطع الأشجار، واللي بيزيل الخضرة، ده برضو مفسد في الأرض. علشان كده يا أولاد كل دي أنواع أو أشياء أو أمثلة للإفساد في الأرض. علشان كده لازم نحافظ يا أولاد على البيئة، ونحافظ على حياتنا، ونحافظ على الأرض ما نفسدش فيها زي ما أمرنا ديننا الحنيف، وده طبعا تعليم ديننا الحنيف. طيب ايه رايكم يا اولاد نكمل مع بعض الذنوب اللي بتلوث الانسان؟ طيب احنا قلنا عرفنا الحاجات اللي بتلوث البيئه، طب ما في حاجات يا اولاد وذنوب بتلوث الانسان نفسه وبتحط كمان من قدره. علشان كده الدين ديننا الحنيف بيحذرنا من تلوث القلوب والعقول. ومعنى كده يا اولاد ان الانسان اذا حافظ على بيئته الداخليه والخارجيه، طبعا الداخليه اللي هو الانسان نفسه من التلوث، هيعيش بعد كده عيشه سعيده طبعا وكريمه في الدنيا، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى هيدخله الجنه في الاخر. وطبعا الامر هينقلب على الانسان لو الانسان عمل عكس كده. ما احنا قلنا ان الانسان لما بيعمل خلل في توازن البيئه وبيتدخل هو في توازن البيئه، معنى كده يا اولاد ان الانسان بيأثر على البيئه، وكمان ده بيرجع عليه بالسلب، لان ربنا خلق الدنيا وخلق الارض يا اولاد بحكمه، وهو عارف ايه الصح وايه الغلط، وسبحانه وتعالى هو اللي عالم بكل حاجه. انما الانسان بيغير طبعا لمصلحته، وكل واحد بيدور على مصلحته هو بس، ومش مشكله الاجيال القادمه تتأثر أو ما تتأثرش. عشان كده يا أولاد عندنا حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تعالوا نقرأه كده مع بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل من المسلمين بجزل شوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك عن الطريق حتى لا يعقر مسلما. قال: فغفر له. الله، الحديث ده جميل جدا، يلا نقرأه تاني. مر رجل، يلا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل من المسلمين بجزل شوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك عن الطريق حتى لا يعقر مسلما. قال: فغفر له. الرسول عليه السلام بيقول لنا ان في راجل كان ماشي في الطريق فشاف جزل شوك. يعني ايه جزل شوك يا اولاد؟ يعني شوكة كده او قطعة من الشوك بتاع الشجر. فقال لنفسه: لأميطن هذا الشوك عن الطريق. يعني ايه؟ يعني انا هشيل الشوك ده عن الطريق او هزيله عن الطريق. يبقى جزل شوك يعني اصل شجرة او قطعة من الشجرة. لأميطن يعني هزيل هذا الشوك عن الطريق حتى لا يعقره، يعني يجرح مسلم. فغفر له. تخيلوا ربنا سبحانه وتعالى غفر له علشان هو شال حاجة هتأذي البشر. فتخيلوا بقى الناس اللي بتأذي البشر فعلا وبتغير في البيئة وبتأذي البشر. تعالوا كده نشوف بعض المعاني في الحديث. بجزل شوك يعني ايه؟ بأصل شجرة. يعقر يعني يجرح. لأميطن لأزيلن. تخيلوا ان الراجل ده خاف علشان جزل الشوك ده او اصل الشجره ده ممكن يعور انسان يجرحه، بس علشان كده قال انا هشيله. ربنا سبحانه وتعالى جزاء انه عمل له ايه يا اولاد؟ ان هو غفر له. طبعا الكلام ده كله كان في اليوم اللي الولاد نظموه، وفي نهايه اليوم قرر التلاميذ عمل معسكر لخدمه البيئه. هيعملوا ايه في المعسكر ده يا اولاد؟ هيزرعوا فيه الاشجار وهينضفوا الحدائق، وكمان مش كده وبس، ده كمان هيرشدوا الناس لامور دينهم ودنياهم.
معاهم، يعني هيحاولوا يقنعوا الناس بان هم يحافظوا على البيئة ويحافظوا على الاشجار ويحافظوا على كل حاجة، علشان خاطر طبعا البيئة هي المكان اللي احنا كلنا عايشين فيه واللي المفروض كلنا نحافظ عليه. تعالوا كده نشوف التدريبات. عندنا السؤال الاول بيقول لي: لماذا خلق الله الانسان؟ لماذا خلق الله الانسان يا اولاد؟ قبل بس ما نحل السؤال، عايزه حد يقول لي فهم ايه من الدرس ده؟ ايه اللي انتوا فهمتوه يا اولاد من الدرس؟ فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون على اروع نظام وابدع تكوين وجعله نظيف وجميل، علشان كده لازم الانسان يحافظ عليه. فهمنا ايه تاني؟ ان حدث اختلال في البيئه اللي الانسان افسدها ولوثها بسوء استخدامه، علشان كده ربنا عاقب الانسان علشان يرجع عن اللي هو عمله. كمان يا اولاد ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان عشان يعمر الكون ويكون خليفه مش يفسد في الكون، وكمان ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض بكل ما فيها من عناصر بتكون صالحه للحياه، لكن طبعا بعض اطماع الانسان افسدت الارض دون النظر طبعا الى مصلحة الغير او الاجيال القادمة. كمان فهمنا ايه يا اولاد؟ اللي بينهب ثروات وبيفكرش في الاجيال القادمة هو مفسد في الارض، واللي بيلقي المخلفات مفسد في الارض، واللي بيقتل الحيوانات وبيقطع الغابات وبيقطع الاشجار وبيزيل الخضرة، كل ده يا اولاد مفسد في الارض. وان ديننا الدين الحنيف اللي هو الاسلام منع او نهى عن الافساد في الارض في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. وطبعا يا اولاد في حاجات كمان بتلوث الانسان، مش البيئه بس اللي بتتلوث، الانسان كمان هو اللي بيتلوث، اللي هي الذنوب يا اولاد بتلوث الانسان وبتحط من قدره. علشان كده ديننا بيحاول ان هو بيحذرنا من تلوث القلوب والعقول، والانسان اذا حافظ على بيئته الداخليه وبيئته الخارجيه اللي هو حافظ على نفسه وحافظ على البيئه بتاعته هيعيش طبعا سعيد، وطبعا الامر هينقلب عليه لو عمل عكس كده. علشان كده لازم نحافظ. تعالوا كده نحل السؤال الاول: لماذا خلق الله الانسان؟ خلق الله الانسان لحاجتين، ليعمر الارض ويكون خليفه في الارض. طيب السؤال الثاني بيقول لي: عدد خمسه اشياء من مظاهر الجمال في الكون من حولك. تعالوا كده نشوف حاجات جميله في الكون حولنا. من مظاهر الجمال في الكون ايه؟ السماء، الله جميله جدا وربنا سبحانه وتعالى رفعها بغير عمد. تعالوا النجوم، تعالوا نشوف الأشجار الخضراء، نشوف الأزهار، نشوف الثمار على الأشجار، نشوف الماء، نشوف البحار، نشوف الأنهار، نشوف الأسماك، نشوف كل الحاجات، كل خلق ربنا سبحانه وتعالى جميل. بعد كده بيقول لي: عدد أمثلة للخلل الذي أصاب الكون بسبب الإنسان مستعينا بالمكتبة والإنترنت. ياريت تحاولوا تفكروا في السؤال ده كويس جدا وتجيبوا حاجات يا أولاد على أمثلة للإنسان تدخل فيها. طبعا زي إيه؟ إن الإنسان أصاب الكون بالخلل بسبب أصاب تلوث وعمل تلوث للهواء من دخان المصانع وأوادم السيارات، وتلوث الماء بسبب ما يوقع فيه من المخلفات. كل دي يا أولاد من أمثلة الخلل الذي أصاب الكون. في أسئلة تانية؟ أيوة فعلا في أسئلة تانية. السؤال بيقول لي: اكتب المحذوف من الآية الكريمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والإيه؟ فعلا والبحر، معلش هي الصورة بهتة شوية بس معلش نحاول نحل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت إيه؟ أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس، يلا كده نكتب كلمة أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس. طيب ليذيقهم، ليذيقهم ايه يا اولاد؟ فعلا ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم ايه؟ بعض الذي عملوا. طيب دي كانت الايه اللي موجوده عندنا في الدرس. انا عارفه طبعا انتوا بتكتبوا اسرع مني، يا ريت تكتبوها انتوا اسرع. يبقى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ايه؟ لعلهم يرجعون. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: ضعوا علامه صح او خطا امام العبارات الاتيه. الاشجار والزروع من العناصر النافعه. نافعة ولا مش نافعة؟ فعلا نافعة، ده دي من مظاهر الجمال في الكون. بعض أطماع الإنسان أفسدت الأرض، الكلام ده صح ولا غلط؟ فعلا الكلام ده صح. الهواء عنصر ضروري لحياة المخلوقات. ايه ده، هو الهواء ضروري ولا حاجة؟ ممكن نعيش من غير هواء صح؟ لا طبعا الكلام ده مش صح، يعني فعلا الهواء عنصر ضروري لحياة المخلوقات، يبقى الكلام ده صح. كل تصرفات الإنسان في البيئة نافعة، الكلام ده صح؟ لا طبعا الكلام ده مش صح، مش كلها نافعة طبعا، في تصرفات كتير مش نافعة. طيب بعد كده يا أولاد بيقول في بعض الأسئلة في الكتاب، أسئلة مقالية تستعين فيها بالمكتبة أو هتبحث، ياريت تحاولوا تحلوها. وده كان درسنا النهاردة، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.